قصيدة النزاهة، كتبتها في 27 من شهر نوفمبر تشرين الثاني 2023. النزاهة في منع القتل ووقف العنف، هكذا أرشدنا الله أن نحيا حتى الحتف، أن نكره الحرب في كل وقت وظرف. هو الخالق الحق محبب السلم والعطف، لنحيا براحة بعيدا عن الحرب والخوف. يا الله، أبعد عن خلقك شر النار والقصف، نحن نريد الهدوء وراحة البال دون زيف. ليت الحرب تنتهي هذا الشتاء قبل الصيف، ليتها لا تخطو لسائر البلدان حتى بحد السيف. هيهات أن يعود السلم كي نحيا ببسط وكيف.